اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. لا تعش نصف حياه ولا تحلم نصف حلم ولا تتعلق بنصف امل، كلمات عظيمه للشاعر جبران خليل جبران. وانا بقول لكم ولا تفز نصف فوز، اللي احنا حققناه في مباراه القاهره قدام سان داونز هو نصف تأهل، نصف فوز، نصف فرحة. صدقوني مش هتكتمل غير بالعودة بالتأهل من بريتوريا، وده اللي قاله فايلر لما قال إن مباراة الذهاب انتهت، كل الأمور التي تتعلق بالتأهل مرتبطة بمباراة العودة. كده فارس. طيب، مباراة من دورين أو شوطين، الشوط الأول انتهى في القاهرة 2-0، نتيجة لحد ما جيدة جدا، سواء خاصة وانت بتلاعب فريق قوي جدا وفي الأدوار دي 2-0، وانك تطلع وشباكك نظيفة ده كان أهم ما في المباراة. أعتقد مباراة بريتوريا هتكون مباراة أيضا صعبة جدا، الشوط الثاني من الصعود، لكن عندنا ثقة كبيرة بإذن الله في الجهاز الفني واللاعبين وبعثة النادي الأهلي اللي بتشرف مصر بالتأكيد، زي ما سفير جنوب أفريقيا بيتكلم عن النادي الأهلي، هرم مصر بالفعل، هرم مصر الرابع هو النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون مباراة قوية يكون النادي الأهلي فيها صاحب بطاقة التأهل للدور قبل النهائي إن شاء الله. أكيد يا أحمد، إن شاء الله التأهل يكون من نصيب الأهلي، ولكن على مستوى آخر لم يخض الأهلي منافسة مع خصم يجيد الحروب النفسية بقدر فريق سان داونز وكل عناصره، وده اللي شفناه حتى من تصريحات فايلر لما قال إن هو لا يعبأ إطلاقا بأي تصريحات تخرج من الجانب الخاص بسان داونز. هو أكيد نحترم التصريحات دي لو فيها إشادة بالنادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي مركز، عنده شغله، عنده أفكاره، والطريف إن التصريحات دي حتى طالت قناة النادي الأهلي من قبل المتحدث أو المنسق الخاص بنادي سان داونز، وهي كلها جزء من الحروب النفسية اللي أعتقد الأهلي كمان يقدر يوجدها. أكيد، وأنا عجبني جدا في رينيه فايلر إن هو مركز مع فريقه، مركز كويس جدا، قاري الفرق أو الخصم، بيدرس الخصم وبيشتغل على نقاط ضعفه وبيحاول يوقف خطورة نقاط قوته، وده مهم جدا، وده اللي يهمنا كنادي أهلي إننا نركز مع الفريق ونركز مع نفسنا، إن شاء الله نقدر نحقق نتيجة إيجابية ترضي جماهير النادي الأهلي اللي بالفعل كانت متعطشة لفكرة مواجهة سان داونز وكمان فكرة الصعود على حساب سان داونز، برغم يعني فريق قوي جدا ويمكن اقوى فرق في القاره حاليا، ولكن النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي دايما بتحب مواجهه الصعب وتخطي الصعب، لذلك جماهير النادي الاهلي كان عندها ثقه كبيره جدا يا فارس في فريق النادي الاهلي امام سان داونز، وكان الحضور غير طبيعي، حضور مكثف بشكل كبير جدا.